قال عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. من فوائد هذه الآية أن كلمة العذاب معناها في اللغة المنع، ولذلك يسمى الماء الطيب السائغ يسمى بالعذب، يقال هذا ماء عذب. لما؟ لأنه يمنع صاحبه من العطش. يكون العذاب على هؤلاء، ماذا يمنعهم؟ يمنعهم من أن ينالهم ما يلائمهم. إذا كان الإنسان في عذاب، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه يمنع بهذا العذاب من الخير الذي لو أتاه. وهذا إن دل يدل على ماذا؟ يدل على حاجتنا إلى اللغة العربية،